ما يصيرش هذه. تصور انت هذه هذه بيرمانون اي نومينال سته في الديماراج قداش هي؟ فوا 10 برشا 60 امبير فراكسيون سكوند يديروا الاخير 60 امبير جامده راهي عباره تشخيره عباره كاين واحد ما نعرفش عنده كهرباء 20 ما نعرفش انا واحد باش يتشخر هذاك اي هو باش يشخر طونكو طومبير معناتها اون فوا طومبيراتور تحت باش يزيد يديماري لا نفدر لك لا لا مش لا ودي احكي لي على عادي 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 وقتاش تكثر الشخرات بتاعو من الاول في الديماراج باهي هذيك الاول بعد يشد يمشي بالستة يمشي يمشي بعد وصلت التمبيراتور باش يطيح وصلت ال 24 مثلا باش يسقط دونك لا باش تطيح ثما مثلا ديفيرونسيال دو دو فوالا طلعت 26 يعاود يديماري فهمت يعاود يشخر تهبط ل 24 يبقى يلعب يعاود يضرب يعاود يشخر ولا الشخرات في الاخر في الديفيرونسيال الاخرين ضربه ضربتين يشخر ويعاود يشخر وقتها بالراحه ثم وقتها يبدا يسبيري في الكورونا وقتها الكمبيوتر طف 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 من وقت برشا جرمان تاع الكورونا بلاصه ما صوت ديالها بينما في السيستيم انفرت اللي هاك السكته وترجع يرخ يمشي يلانسي من الاول ديماري صحيح يشخر بالديماراج تاعو وبعد يقعد من الاول بلان فيتيس وبعد يطيح طيح ويقعد فيتيس في معناك وصلت البركات يقعد يرن بشويه 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 يكل في حيط حكايه بارك كاين فيوزه صغير طلعت حاجته في البزواز طمبيراتور طلع يلانسي ما خد هو في الانفيرت تروا فاز مش تروا فاز تروا فيتيس لا لا فاش تروا فاز انا نحكي بالسيستم صح شوف الفينومين الفينومين هكا وهكا خلينا ساعه نشوف الفينومين هذا دونك هذا هو السيستم بالنسبه كيما الكهرباء الكهرباء تشدها في الكيس كيس مريقل تمشي عادي مع لي كونسومسيون تاع هذا كي تسقط سيركيلاسيون بريمير دوزيام بريمير دوزيام حرك الجهاز هذاك باش يثبت برشا تاخذ تعامل جهاز وقت تاكل برشا دونك نفس السيستيم وكل فينومين معناها ايش باش خايف معناها باش يحرك هذاك الشيء هذا خاصة لهنا الكونسومسيون تكبر برشا اللي هي في السخانة في السخانة شنو عندنا التمبيراتور طالعة بريسيون طالعة غاز بريسيون تاعو بارك عليه دوك هو يجي ولا عبارة واحد بارك عليه باش يجبد برشا كورون امبيراج معناها باش ينجم يدز ويخش دونك هذيك علاش يولي برشا وعلاش قلنا اختار على الكارت خاصه في الديماراج تاعو باش يجيب برشا كورون والكورون هذاك الكل باش يكون متسلط عليه. 60 تصور انت 60 في كارت مالا دولا مالا ثلاثه مالا ثلاثه ساي تشاي كيف هو عمل حسابك هذا ما يحبش باش يخدم يا اخي يزمو تشاي يلعبوا لهم اللعبه الاخرى. باش قبل كان واحد توا نقول لك انا باش ربحي نقول لك ربحي ما نبيع في البيعان ما عنديش برشا. مي ربحي باش بيس دو شونج معناك تجي تاخذ الكارت دوريجين انت مثلا تاع سامسونج ولا تاع ال جي ولا تاع هاي ولا تاع كيك سوا خويا وقت تدفع وقت ترن فهمت هذيك معناك برضو انت حتى في اي حاجه يقول لك نربح فيك بيس دو شونج لليونيفرسال بس فيك بكري الخاص 45 65 الكارت يونيفرسال وتنجح حلال تنجح قانوني